السيد السلام عليكم. احنا دوار حنصنوا دوار بوتيف، جينا اليوم للعمل عمل ديال ازيلال. حنا كنتميو للجماعه ديال تاكلا، الجماعه ديال تاكلا اللي هي ثاني اغنى جماعه في اقليم ازيلال. هذه واحد اليومين هذه شعلت عندنا واحد العافيه في الجبال ديالنا. للاسف السلطات ما دخلتش في الوقت ديالها، والعافيه دارت ما بغات في الغابه. واليوم جينا باش نهضروا مع السيد العامل على المشاكل ديالنا، والمشكل الكبير هو الطريق اللي رابطه بين موسى وعلي وبوتيب. هاد بوتيب هادي اللي كتنتمي للجماعه ديال تابيه، الناس ديال تا هما مقهورين لدرجه حتى الرئيس ديال الجماعه ديالهم شعلات عندهم العافيه وما طلعش عندهم وما تسوقش لهم. حنا واخا طلع عندنا الرئيس الجماعه ديالنا والناس المسؤولين تما وطلعوا بالدراري ديالهم شغلهم هذاك، المهم العافيه لحد الان باقا. حنا دخلنا عند السيد العامل استقبلنا، طرحنا عليه المشكل ديالنا ديال الطريق هذه، قلنا ليه الطريق راه غتكون رابطه بين موسى وعلي وبوتيب. هو قال بانه راه غادي يشوف معنا غير التراجي ديال موسى وعلي متكات اللي فيها 5 الكيلومترات، غادي يخرجوا غادي تخرجوا على اللجنه غادي يشوفوا واش غتكون اصلاح، غادي يصلحوها يعاودوها ولا غادي يعاودوا طريق اخرى من جديد. اما من ناحيه الطريق اللي رابطه بين موسى وعلي وبوتيب، هي راه غادي تكون خاصها واحد الدراسه. هذا الشيء اللي قال السيد العامل، هو دابا راه اللجنه ديالو ان شاء الله من هنا للجمعه غيكون عنده تقرير ديال اللجنه. وبالاضافه للسور ديال المدرسه، هضرنا على السور ديال المدرسه لدرجه مدرسه احنصان فرعيه تاكلا الوحيده اللي ما عندهاش السور نهائيا. جا واحد السيد واحد المحسن بنى واحد جوج طواليطات تما، لدرجه ولينا كنطلبوا المحسنين باش يبنيو لنا الطواليطات، وبناهم وخلاهم بلا بيبان وبلا حفره ديال الواد الحار. والمدرسه بقات بلا سور، بقات بلا فين يتغطاو الدراري على الشتاء ولا على الشمس. هذوك الدراري ما كيقراو والو. المهم حنا راه مكرفسين في هذيك، واخا كنتميو ثاني اغنى جماعه في اقليم ازيلال لدرجه حنا ما كيلحقنا والو من هذيك الجماعه. دابا راه اوزود خدا كلشي، خدا الحيز الكبير من الجماعه. حنا اون فوا كندخلوا كنهضروا مع رئيس الجماعه كيقمعنا لغه الخشاب، كيعرف ليها من الدرجه الاولى. اما باش يتحاور مع المواطن ويعرف المشاكل ديالو راه ما كايناش عنده. حنا دابا جينا طالبنا السيد العامل بحال الطريق، وباقي غادي نطالبوا بحوايج اخرى وبصور ديال المدرسه، وباقي الى اضطرينا غادي نطالبوا اننا نخرجوا من ديك الجماعه، لان ديك الجماعه ما بقاتش كنستافدوا منها والو نهائيا، لدرجه حتى العافيه شعلات وما تدخلش في الوقت المناسب. ومن جاوا كاع البومبيه حصلوا ما لقاوش الطريق اللي غادي يدوزوا، ووقفوا هذوك الناس تما الله يجزيهم بالخير، هما القوات المساعده والدرك الملكي داروا الواجب ديالهم، ولكن لي ماتيريال باش غادي يخدموا باش يطفيوا العافيه بعيد عليهم بزاف. دابا الغابه بين طرسواد وبوتيب راه كلها مشات، هكتارات ديال الغابه للاسف الغالب الله هذا عندنا.